ممكن نعرف عن يعني أخبار أو مسجدات الطريق الحولي اللي هو المشروع طبعا الكبير في محافظة البصرة؟ الشركة الاستشارية قدمت لنا المرحلة الأولى والثانية. نعم. المرحلة الأولى اللي تتضمن مسار الطريق اللي من الطريق السريع اللي هو قرب مطار البصرة الدولي ويوصل إلى ناظم شط البصرة، والمرحلة الثانية راح تكون من ناظم شط البصرة لغاية قضاء شط العرب. الشركة الاستشارية قدمت التصاميم لهذه المرحلتين وتم مصادقتها من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، وأرسلت لوزارة التخطيط لغرض المصادقة. إن شاء الله مجرد مصادقتها من وزارة التخطيط سنشرع بتنفيذها إن شاء الله، يعني من المؤمن إن شاء الله قبل نهاية هذا العام يتم المباشرة بتنفيذ الطريق الحولي. مشروع طريق الفاو، طريق الفاو يعني تمت مصادقته من قبل وزارة التخطيط، وإحنا كقسم تخطيط عددنا الوثيقة وأرسلناها لقسم العقود بديوان المحافظة، وحسب معرفتي أنه وصل إلى مراحل نهائية بالتعاقد. نعم. يعني مفترض خلال الفترة القليلة القادمة يكون هناك تعاقد تنفيذ، لكن لسرية هذه الإجراءات إحنا ما عندنا علم بقسم التخطيط بمسار هذه الإجراءات، يعني من أحيل لها بقد كلفة الإحالة هاي ما عدنا علم بها، لأنه مو ضمن عملنا. وراء بعد ما يتم التعاقد يتم اختارنا بشكل رسمي، لكن أثناء المداولات مع الأخوة في قسم العقود وضحوا أنه أن مرحلة التعاقد وصلت إلى مراحل نهائية إن شاء الله، يعني قليل قريبا إن شاء الله سنجد الشركة على أرض الواقع إن شاء الله.